كل التحيات لكل الأصدقاء مع بداية إطلالة جديدة من برنامج مشاكل وحلول. مواضيع كتيرة منسعى دايما نكون مواكبين لها. البعض بيقول بالإعادة إفادة، لربما بالقراءة، ومنسعى قدر المستطاع نتعلم وناخد العبر. مع ضيفنا كل ما نلتقي مرة عن مرة منشعر أنه كل شيء كنا عم نحكي معه بإطلالات سابقة نحن عم نوصل له خطوة بخطوة بمرحلة بنقول من خلال كل المعطيات مفترض كلنا سوا أصدقائي أن نجيد القراءة لحتى نقدر نتعلم من تجربنا نحن ونوفر على أجيالنا أجيال الغد يلي نحن مؤتمنين أنه نسلمهم مشعال الوطن وهو مصان ومضاء. مع ضيفنا رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم الدكتور فؤاد زبكحل وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف يو اس جي. نبدأ اللقاء عميد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أستاذ الأولى، أنا دائما شغف كون معك، بحييك شخصيا، بهنيك لمهنيتك وكل اللي عم تعمله. شكرا. بكافة توصل الرسالة الحقيقية، وبحيي من عبرك أكيد كل مشاهدينا بتلفزيون لبنان واللي عم بيلحقونا حتى بالعالم. عميد إذا بتسمح لي بدي أبدأ معك اليوم بشغلة بعتلي إياها صباح اليوم على الواتساب، وهي كلمتك بحفل تخريج طلاب كلية إدارة الأعمال باليسوعية. يعني العنوان هو لا تستسلموا، وبتقول استثمروا لأولادكم، ولا يعني عفوا حتى نقراها بشكل واضح، استثمروا بأولادكم وهم نجاحكم. ولفتني أنك أنت أصريت تذكر أنك قلت الكلمة باللغة العربية، لغة القلب ولغة الوطن الحبيب ولغة الطفولة ولغة الحرف اللي صدرناه نحن إلى العالم. فمن هون بلاحظ قديش يعني اللي أنت عم بتقوله كتير مهم وبليغ، وقديش الإرث كبير جدا. ياريت الكل اللي بيسعوا لحتى يعرفوا تماما أنت شو قصدت بهذه الكلمة، ولكن هذه الكلمة قلتها اليوم ولا بعد؟ ليك هالكلمة قلتها بحفلة التخريج من تقريبا بضع أسابيع، ورح لك أربع أقسام كتير مهمة، لأنه حبيت أعطي أربع رسائل كتير مهمة من القلب لكل المتخرجين بلبنان خاصة. وعطيت الرسالة الأولى ورح تتفاجأ. أول رسالة حبيت أعطيها بكلمتي هني لكل الأهل، كل الأهل تبع الطلاب لو كانوا بالمدارس أو كانوا بالجامعات، وعطيتهم تحية لكل إنجازاتهم وكل تضحياتهم، لأنه اليوم ما في بي ما في أم عم بيسمعنا اليوم ما عم بيضحي ليلا نهارا ليقدر يعلم ولاده، يعلم ولاده حتى لو انجبر يبيع سيارته، حتى لو انجبر يبيع أرضه، حتى لو انجبرت المرأة تبيع دهبياتها، حتى لو انجبر ما يأكل ويشرب. كل أهالي لبنان ضحوا ليلا نهارا، خاصة بآخر سنتين، وبدأول آخر سنتين هاللي كان ما في أشغال، وإن خسرنا كل مواريد العيش الكريم وغيره. فالتحية الأولى كانت لكل أهل، وهلأ بدي أعطيها على كل حال من عبر برنامجك لكل أهل عم يسمعني وضحى وعم يضحي لأولاده ليعطيهم على القليلة هالشهادة يقدروا يفتخروا فيها وينجحوا بلبنان وبالعالم. تحية تانية هاللي كانت بكلمتي هو لكل المعلمين، لأنه بنعرف كل المعلمين آخر سنتين وعم نحكي من سنة ونص تعلموا هن كمان كيف يعطي شيء الأونلاين. ما نفكر الأونلاين بس صعب للتلاميذ، هو صعب بعد أكثر للأساتذة اللي رجعوا أعادوا كل تنظيم دروسهم، جربوا يعطوا يكونوا بطريقة ريادية، يعطوا دروس بعد ما يشوفوا تلاميذ. وكمان حيات كل المعلمين والمعلمات بكل لبنان اللي عطوا من قلبهم رسالتهم، لأنه ما بظن أنه في معلم جامعي أو مدرسة ما عم بيعطي من قلبه ومن رسالة. رسالتي الثالثة كانت أقل إيجابية، كانت رسالة للسياسيين، وقلت لهم بطلب منكم وبترجيكم شيلوا أيديكم من جيل الشباب، شيلوا أيديكم من أحلامهم، شيلوا أيديكم من طموحاتهم، وشيلوا أيديكم عنهم ليقدروا هن بأيديهم النظيفة والبيضاء يرجعوا يعمروا هاللي أنتم خربتوه بين إيديكم. وأكيد رسالتي الأخيرة كانت لكل الطلاب، قلت لهم أنا بدي أقسمكم بشقين، في شق يغادر لبنان وبفهمه وبأيده وأنا حده، كل لبناني رح يغادر لبنان، ما تنسى وطنك، ما تنسى أهلك، وزراع شجرة الأرز والعلم الأرز بكل بلدان العالم، وهذا اللي نجحنا وخلينا نوصل فيه. والرسالة الأخيرة كانت لهاللي بقيوا، قلت لهم هاللي عم تبقوا لنقدر نناضل كلنا سوا بهالحرب الجديدة النفسية إلى لبنان، نحارب مش بأسلحتنا التدميرية لكن بأسلحتنا الاقتصادية لنرجع نبني هالبلد على الأسس المتينة. هذه كانت إذا بدك عبرة كلمتي بالتخرج.